ولنقاش ملف الصراع السياسي الحاصل في العراق مع حالة تشظي الأحزاب السياسية، ينضم إلينا عبر الهاتف من أربيل أستاذ العلوم السياسية الدكتور عبد السلام برواري. أهلا بكم دكتور. أهلا وسهلا وتحية للأخوات والأخوين. دكتور، كانت هنالك تأكيدات في بداية تكليف مصطفى الكاظمي بأنه شخصية مستقلة، بينما نتابع الآن محاولات لبعض الأحزاب لفرض أسماء أو الاستحواذ على حقائب وزارية محددة. ما مدى حقيقة استقلالية الكاظمي في تشكيل حكومته المكلف بها؟ نعم، تحية لك وشكرا لإثارة هذا الموضوع. أنا شخصيا من خلال خبرتي لعملية العمل السياسي واختصاصي، أنا لا أؤمن بوجود مستقل 100% بين في صفوف النخبة السياسية، لا في العراق فقط وحتى في الشرق الأوسط. الشخص المستقل الذي ليس له انتماء حزبي ولا خبرة سياسية لا يمكن له أن يحكم بلدا في تعقيد العراق، وهذا الشخص طبعا له سوابق في الاحزاب السياسيه الشيعيه. لكن هذا لا، هذا ليس تهمه. انا اعتقد اداره الحكومه، تشكيل الحكومه عمل سياسي ليس عمل اختصاصي. هذا الاختصاصات الاكاديميه والعمليه هي من عمل المدراء العامين والناس الذين يعملون تحت امرة السياسيين. هذا اولا. ثانيا، من مبادئ الديمقراطية البرلمانية أن تشكيل الحكومة يمر من خلال تصويت النواب لها. النواب جاءوا إلى المجلس من خلال حملات انتخابية قامت بها أحزاب هي التي رشحت هؤلاء. لذلك عندما يقال أن هذا الحزب أو آخر يريد أن يحصل على جزء من الكعكة أو أن المكلف يتحدث مع هذا الحزب ويعده بهذا الوعي، أنا أعتبرها مسألة طبيعية وملازمة لعملية معقدة مثل هذه العملية. المهم ليس ذلك، المهم هو أن تعرف كل قوة حجمها وأن يتم ترشيح أناس كفؤين ليكونوا من أعضاء هؤلاء الأحزاب، ولكن كفؤين. الذي أخشاه أنا هو هذه العقلية التي نحن نسميها في علم الاجتماع السياسي بعقلية إدارة الدولة بمعايير وقيم اجتماعية بدل القيم العقلانية والإدارية. هذا هو المعضل الرئيسي. قد تكون الأطراف كلها قد تعبت من الأزمة الموجودة في العراق وقد يتمكن من تمرير الحكومة، ولكن حسب ما ورد في المقدمة، ماذا يعني ذلك؟ هل هذا يعني حل المشاكل كلها وعصا صحيح؟ انا لا بذلك. مشكله العراق اعمق من ذلك. نعم. نتحدث كذلك عن تشظي ابتداء من الانقسامات التي اصبحنا نسمع عنها اليوم في تحالف النصر، وانقسامات ممكنه في باقي الاحزاب. كيف يفسر ذلك؟ نعم، انا اعتقد ما جرى بعد 2003 وهذا التخندق، هذا التخندق كردستاني والاخر سني والاخر شيعي، سهل تشكيل الحكومه وادارتها، ولكن في نفس الوقت قلق حاله شاذه جدا. بمرور الزمن ظهرت الخلافات والاختلافات الموجوده. اول طرف رئيسي ومؤثر كان الطرف الشيعي عندما انهار هذا التحالف. لذلك انا اعتبر الخطوه هي جيده. اذا اردنا دوله مدنيه ودوله مواطنه وحكومه تمثل الناس، يجب ان تكون حكومه غير خاضعه للانتماءات الطائفيه والعنصريه او الدينيه الى اخره. انا اعتقد هذا التجرم هو خطوه الى الامام بالنسبه للعمليه الديمقراطيه. والنخبه السياسيه اثبتت الشيعيه فشلها. هذا الحراك اللي موجود في الشارع العراقي هو موجود اكثر في المناطق الشيعيه، صحيح هناك عناصر يؤمنون بالافكار المدنيه لنقل وناس ليبراليين او ديمقراطيين، ولكن انتمائهم هم نفس الناس الذين كانوا
يصوتون للأحزاب بناء على توصية هذا المرجع الديني أو الآخر. هذا جرت انذار الدقة السياسية الشيعية فشلت في إرضاء جماهيرها وناخبيها، فشلت في تقديم الخدمات. إذا قارنت فقط كردستان مع بقية المحافظات، ليس هناك مجال للمقارنة. السرقة، الفساد إلى آخره. عادة عندما يحدث هذا الشيء يتم البحث عن بديل. البديل الموجود لدى العراقيين الآن بديل غير واقعي، يعني الشارع يتحرك، الشارع يضغط، الشارع يأتي يطالب، ولكن تاريخ البشرية يثبت لنا بأن الشارع لا يمكن له أن يحكم. دائما تأتي قوة سياسية أو لكن يمكن له أن يضغط دكتور، يمكن للشارع أن يضغط، باعتبار أننا لو نتحدث عن هذه أزمة تشكيل الحكومة التي تراوح مكانها منذ أشهر، ورفض الشارع لكل الأسماء التي تم طرحها من قبل، ما مدى قوة الشارع في تسمية، على الأقل إن لم يكن هو موجودا يؤثر في من تتم تسميتهم في هذه المناصب؟ قد يخالفني الكثير من المختصين في هذا التوجه، ولكن انا عندي راي خاص. السياسه هي عمليه نخبه، النخبه الذكيه والاذكى هي اللي تقنع الشارع بانها هي الاحسن، وتستمد الشرعيه منه بانها تحصل على اكثر عدد من الاصوات. لاحظ في الدول الغربيه مثلا عندما يقال ان السياسه يكذبون. المهم هو ان يتمكن المرء خلال الاسبوع الاخير من الحمله الانتخابيه ان يقنع الناس بان يصوتوا له، وبعدها يصرح للشارع او للناس بان لا فرق. انا اردت ان اكمل كلامي السابق. تفضل. انه الشارع له تاثير، الشارع يضغط، ولكن التاريخ علمنا في النهايه تاتي قوه سياسيه او وسيله او مجموعه ضغط وتستغل هذا الشارع وتضع اعراضها على لسان الشارع، وتستغل هذه القوه التي امتلكها الشارع لكي تحصل على السلطه. هذا مفقود في العراق. في البداية حاولت بعض القوى المظاهرات في العراق ظهرت ضد الحكومة والأحزاب المشاركة. إذا رجعنا إلى شهر أكتوبر ونوفمبر نرى بأن كل الأحزاب، هذه الأحزاب الحاكمة، قالت نحن نريد المتظاهرين ويجب تحقيق مطالبنا. طيب ضد من هي؟ شفتي؟ هم رفضوا هذا التدخل. الفضل بقى معهم إلى أن ربما جاءته اوامر فبدا يخسر بهم بدل ما ان يستغلوه. كورونا قضت على الشارع الان، الان المعضله السياسيه رجعت الى ايدي اصحابي. نعم. دكتور، ما توقعاتكم لمستقبل الحكومه المكلف بتشكيلها مصطفى الكاظمي، وما فرص نجاحه في تشكيلها؟ الكاظمي يمتاز على البقية بامتياز واحد، وهو أنه لم يكن سياسي في الصف الأول القيادي في الأحزاب الحاكمة. يعني كان صحيح له انتماء، لكنه بعد 2003 كان قبل أن يتولى منصب الاستخبارات كان ناشطا في مشاريع أخرى ذات طابع مدني أكثر مما يكون طابع ديني أو سياسي مباشر، يعني ذاكرة العراق، مشروع المشاريع الاخرى التي رعتها امريكا. طبعا كان نشاط اكثر في مجال المجتمع المدني. هذا ربما يعطيه فتحه من الوقت، لانه على الاقل لحد الان حسب ما هو مكشوف من المعلومات ليس متورطا بمسائل الفساد الكبيره التي نسمع عنها عن المالكي وعباسي وكل القاده الاخرين. هاي نقطه لصالحي، ولكن انا عم لا اعتقد ان مصيره سيكون افضل من مصير عادل عبد المهدي الذي اتفقت القوى الشيعيه عليه، ولكنها هي نفسها تركته وحيدا في الساحه. احسن شيء يقوم به الكاظمي هو ان يمهد لانتخابات سريعه، ربما يستغل فتره الهدوء التي جلبها مع حكمه، ويحصل على دعم لكي يستمر في الدوره المقبله. اما اذا استمر الحال فمشاكل العراق ليست مشاكل الذي اسقط عادل عبد المهدي، ليس عدم جدارته او عدم فهمه، ولكن تراكم المشاكل السابقه. اذا اطال كاظمي ايضا فتره حكمه
يلام على اخطاء ليس هو مسؤولا عنها، انتخابات جديده. لكن تساليني عن الحل النهائي، الان وصلنا الى نقطه يجب ان يتحول العراق الى اربعه اقاليم. كردستان مثال ناجح على كيف يحكم الشعب العراقي. يبقى العراق واحد وكبير. شكرا جزيلا لكم استاذ العلوم السياسيه الدكتور عبد السلام برواري، كنت معنا عبر الهاتف من اربيل.